أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلن المبعوث الأممي هانس جرونبرغ اختتام الجولة الأولية من المشاورات بين الحكومة وميليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمان حول فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى بموجب اتفاق الهدنة دون أي نتائج. كان فريق الميليشيا قد حضر الجلسة الأخيرة مرتديا الزي العسكري في إشارة لرفض أي تسوية سياسية في الملف الإنساني. من جهتها هددت ميليشيا الحوثي على لسان مهدي المشاط باستئناف عملياتها العسكرية، متهمة التحالف السعودي الإماراتي بالتنصل من التزاماته في تنفيذ بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء. نتوقف في هذه الحلقة عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ماذا بعد فشل مفاوضات فتح الطرق في تعز والمدن المحاصرة؟ هل يأتي تهديد الميليشيا بالتصعيد العسكري ضد السعودية والإمارات لتلبية شروط جديدة في سياق المكاسب التي تجنيها الميليشيا من وراء هذه الهدنة؟ كل هذا سنطرحه على ضيوف هذه الحلقة، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. بعد 3 أيام من المفاوضات بين فريقي الحكومة وميليشيا الحوثي بشأن فتح الطرقات في تعز وعدد من المدن الأخرى المحاصرة، فشلت تلك المشاورات. وفي محاولة من المبعوث الأممي هانس جرونبرغ لتخفيف صدمة تعثرها وصفها بالجولة الأولية، ميليشيا الحوثي لم تكن جادة في التوصل إلى حل، بل إنها دائما ما تضع الشروط لجني المزيد من المكاسب. مؤخرا طالبت الميليشيا بإعادة عمليات البنك المركزي إلى صنعاء وفتح طرق فرعية لتعز غير صالحة لمرور المركبات، وهي التي يستخدمها المواطنون منذ بدء حصار المدينة، وتسببت في حصد المئات من الأرواح وتدمير العشرات من المركبات. فريق الميليشيا حضر الجلسة الأخيرة للمشاورات التي يشرف عليها المبعوث الأممي مرتديا الزي العسكري في إشارة لاستئناف التصعيد ورفض أي تسوية في إطار الهدنة الإنسانية. في صنعاء هددت ميليشيا الحوثي بمعاودة عملياتها العسكرية، متهمة التحالف السعودي الإماراتي بالتنصل من التزاماته في الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء. القيادي في الميليشيا مهدي المشاط عقد اجتماعا بقيادات عسكرية حوثية، مؤكدا جاهزية الميليشيا لمعاودة هجماتها ضد الرياض وأبو ظبي حال عدم الإيفاء ببنود الهدنة. كانت الميليشيا قد أوقفت عملياتها ضد السعودية والإمارات منذ سريان الهدنة مطلع أبريل الماضي، ويبدو أن تلويحها بالتصعيد هذه المرة يأتي في سياق الضغط لتلبية شروطها. تشارف الهدنة الأممية المزمنة بشهرين على الانقضاء ومسألة تمديدها متعثرة، وتعز لا تزال محاصرة والمفاوضات بشأنها فشلت. مشهد معقد أمام الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي والتحالف، في حين تستعد الميليشيا لتدشين مرحلة جديدة من القتال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، ومعنا أيضا من أبها الصحفي السعودي أستاذ سلمان عسكر. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك دكتور محمد. دكتور محمد، إذا اختتمت الجولة الأولية كما قال المبعوث الأممي من المفاوضات بين وفد الميليشيا والحكومة على ما تبقى من بنود الهدنة، أو بما يخص تحديدا الطرق في تعز. كيف تابعت ختام هذه الجولة الأولية؟ بعد تحية لك ولمشاهديك وللضيف الكريم. أنا أعتقد أنه لا جديد، يعني الهدنة تكاد تنقضي والمطار فتح والميناء دخلت إليه السفن، وتعز لن يرفع الحصار عنها، يعني هذا شيء شبه مؤكد، لأن الحوثيين لديهم أهداف أخرى من حصار تعز، وهي أهداف يريدون أن يحققوها في مجال سياسي آخر، وبالتالي لن يرفعوا، لأنهم أيضا يعتقدون بأنهم بإطالة أمد الحصار على تعز يمكن أن تسلم هذه المدينة مقاليدها لهم ويعودون إليها مرة أخرى بعد أن تنفض الحاضنة الاجتماعية والشعبية للجيش والمقاومة في تعز بفعل الحصار الذي يفرضه الحوثيون، أو هكذا يفكر الحوثيون. المبعوث الدولي حاول كما ذكر التقرير بالفعل أن يخفف من وطأة الفشل، وقال بأنها جولة أولية، بل إنه عد مجرد اللقاء المباشر بين وفد الشرعية ووفد الانقلابيين عد ذلك نجاحا، ونحن تعودنا على أن تكون مثل هذه العبارات هي
تعبير مهذب للعبارة الأخرى لقد فشلنا. الآن أنا في تصوري أنه يعني الذي لا يتعلم تجربة أكثر من 17 عاما من التفاوض والاتفاق مع الحوثي فعليه أن يراجع عقله مع كامل الاعتبار لأصحاب العقول، لكن لا ينبغي أن يستمر الحال على ما هو عليه الآن. هذه ميليشيا ليست دولة، وهذه جماعة دينية. ولكن ما حدث، نعم دكتور محمد، أنت قلت لا يمكن أن يستمر هذا الفشل والمراهنة على الحوثيين، وهم أثبتوا في كل مرة أنهم لا يريدون السلام. الآن في ختام هذه المحاولة التي من المفترض أن تكون الأخيرة، ألا يجب أن تتغير لغة الأمم المتحدة وخاصة المبعوث الأممي؟ ألا يفترض أن يسمى المسميات بصفاتها الحقيقية؟ ألا يجب أن يقول أن ذلك فشل؟ لن يقول المبعوث الدولي ذلك، ولن تتغير لغته إلا إذا تغيرت لغة وطريقة أداء الحكومة في التعامل والتعاطي مع الأمم المتحدة. أدام المبعوث الدولي عندما يأتي إلى المسؤول في الحكومة اليمنية يسمع يقول لهم ما يريد ثم يسمع أيضا ما يريد، فأنا أعتقد أنهم في وضع مريح. يجب أن نقول لا بالفم الملآن للمبعوث الدولي إذا لم ينفذ الحوثي ما عليه من التزامات. المبعوث الدولي عندما يرى أن الحكومة تستجيب لكافة ضغوطاته بشكل مختصر هو سيضغط على الجهة التي تستجيب لهذه الضغوط، وسيخفف أو لن يضغط على الجهة الأخرى التي ترفض هذه الضغوط. هذا شيء من المسلمات والبديهيات، وبالتالي الحكومة اليمنية والشرعية بشكل عام مطلوب منها أن تقول بكل أدب واحترام وبلياقة دبلوماسية أننا إلى هنا ينبغي أن نقف. هذا التعامل من قبل الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستمر لسبب بسيط، وهو أننا نفي بالتزاماتنا فيما الطرف الآخر لا يفي بالتزاماته. أعتقد أن الأمر أيضا يشمل التحالف العربي، عليه أن يبدي نوعا من تغيير اللغة وتغيير الأداء فيما يتعاطف فيما يتعلق بالموقف اليمني وعلاقة الأمم المتحدة بالتحالف وعلاقتها أيضا بالمشكلة اليمنية بشكل عام. ما لم يتغير الحال في الداخل فأنا أعتقد أن اللغة لا تتغير، وأن الحوثي سيستمر في كسب المكاسب، والتحالف والشرعية سيستمرون في خسارة المزيد من المواقف. نعم سأعود إليك دكتور محمد. أذهب إلى ضيفي من أبها السعودية الصحفي السعودي سلمان عسكر. مرحبا بك سيد سلمان. سيد سلمان، كيف تابعت ختام الجولة التفاوضية التي حدثت في عمان العاصمة الأردنية بين ميليشيا الحوثي ووفد الحكومة الشرعية؟ في البداية أنا أرحب بضيفك الدكتور محمد جميح أستاذنا بصراحة، ولم أكن أعلم بأنه ضيفكم هذه الليلة، لأنني بصراحة كنت طلعت على تغريدة له لن يرفع الحوثي حصار التعز، ومن لم يتعلم من تجربة أكثر من 17 سنة تفاوض واتفاقات مع الحوثي فعليه أن يراجع عقله. هذه التغريدة للدكتور جميح وضعت النقاط على الحروف. التجربة يا سيدتي ليست تجربة اليوم أو اليومين أو شهر أو شهرين، إحنا نتحدث عن تجربة 17 سنة مع الحوثيين لم يلتزموا بأي اتفاق أو هدنة. كنت أعلم قطعا منذ اللحظات الأولى التي بدأ فيها صراخ الحوثيين بطلب هدنة وتهدئة الوضع وما شبه ذلك، بأنهم يبحثون عن مخرج بعد أن فشلوا في الجبهات ووجدوا أن أمامهم قوة للتقدم لتحرير المناطق التي يسيطرون عليها. أملت عليه إيران طلب ورقة التفاوض، وبالفعل هو ما تم. عندما استعادوا الأنفاس وقوتهم بدأوا يناورون. ما نشاهده الآن يا سيدتي ليس مجرد اتفاق في الأردن وما شابه ذلك، هناك الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة مارب شرقي اليمن بشكل مفاجئ وسط توقعات الهجمات الحوثية الحارية. إذن سيد سلمان، أنت تتفق مع الدكتور محمد جميح وأن على جميع الأطراف التي تتعامل مع ميليشيا الحوثي منذ 17 سنة أن تغير طريقتها، كما قلت أن يراجع عقله هذه الأطراف، من أبرز هذه الأطراف السعودية. إذن لماذا لا تراجع عقلها السعودية وتغير أسلوبها في التعامل مع ميليشيا الحوثي؟ المملكة العربية السعودية أو التحالف بمعنى أصح، دعينا نتكلم تحت منظومة التحالف العربي بمعنى أصح، لأن المملكة العربية السعودية هي جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، هي تلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية. التحالف العربي لديه احترام لكل المعاهدات لأنه يتعامل في الشمس، يعمل في النهار. نعم، ولكن هنالك اتهامات،
ولكن استاذ عسكر اسمح لي، هنالك اتهامات للسعوديه هي من قامت باضعاف الشرعيه، هي من فككت القوى الوطنيه التي كانت تواجه الحوثي على الارض، وانها تتحمل يعني مسؤوليه كبيره نتيجه عدم الحسم او الحسم العسكري للمعركه واستعاده الدوله. من الذي وجه هذه الاتهامات التي تقولين عليها؟ من الذي وجه الاتهامات؟ إذا نعود لموضوع الحلقة. أجيبيني سيدتي. محللين وسياسيين ومتابعين يمنيين وعرب بالنظر. لا 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 أحتاج أستاذ سلمان، لا أحتاج لأستشهد بكلام أحد، يكفي النظر إلى الواقع، الميليشيات التي تم إنشائها في الجنوب في سقطرى والأراضي التي تم. إذا اسمحي لي أن أجيب على هذا السؤال. سيدتي، عندما يتم النظر إلى قنوات حوثية إيرانية وبعض القنوات العميلة مع الحوثيين التي تصرح مثل هذه التصاريح لا ينظر لها. نحن نريد حيادية في الموقف، ما يحدث على الأرض. التحالف العربي التزم منذ اللحظة الأولى بالهدنة، ولم تطلق طائرة واحدة حربية، ولم تطلق رصاصة واحدة. يا سيدتي، الحوثيين منذ اللحظة الأولى للهدنة اخترقوها بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي لا تزال حتى هذه اللحظة. إذا من هو الذي اخترق الهدنة؟ لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها مثل ما عرضت ذلك على الدكتور محمد جنيح؟ يا عزيزتي، الأمر باختصار الحوثيين لن يلتزموا بأي هدنة. والأمم المتحدة، وكيف ستتصرف الآن السعودية إزاء ذلك؟ كيف ستتصرف الآن السعودية إزاء ذلك بعد أن التزمت ببنود الهدنة مقابل تعنت ميليشيا الحوثية؟ الآن ما هي الخيارات المتاحة أمام الموضوع السعودية؟ يا سيدتي دعينا، المملكة العربية السعودية ليست هي التي تتصرف في الأمر. هو الآن كما أشار دكتورنا الأستاذ جباحي الشرعية. المجلس الآن لا يزال وبكل أمانة وبكل صراحة يتعامل بعقلانية برئاسة الدكتور عبد رشاد العليمي. لا يزال هناك التزام بالهدنة التي تم الاتفاق عليها. المفترض من الأمم المتحدة أن تعلن موقفها. 4 مبعوثين لليمن، لم يختلف موقف المبعوث الأممي الرابع من موقف جمال بن عمر. لا يزالون جميع المبعوثين لدى الأمم المتحدة يسيرون على وتيرة واحدة، وهي التماهي، وأنا أقولها صراحة، التماهي مع الحوثيين بشكل واضح وصريح، بل التماهي مع إيران قبل الحوثيين. على الأمم المتحدة أن تؤكد للعالم مصداقيتها وموقفها العادل في هذه القضية، أو من الأفضل أن تنسحب، وعلى الحكومة الشرعية اليمنية أن تتخذ موقف آخر. نعم، الآن بعد تلويح ميليشيا الحوثي بالعودة إلى الخيار العسكري، يعني كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ اليوم في الاجتماع الأخير من مفاوضات عمان حضر الوفد بالزي العسكري، ما قراءتك لهذه الأحداث؟ جميل، الحمد لله أن هذا أتى على السابق عزيزتي. هذا أكبر رسالة بأن الحوثيين لا يقرون السلام، لا يزالون يهددون. أنا أريد أن أفهم من متى هم يلوصون بالتهديد. تهديدهم لا يزال قائم من اللحظات الأولى. الآن إغلاق يعني قبل أسبوعين أو 3 أسابيع محمد البخيتي أعلنها على الفضاء في تهديد تعز واستمرار الحصار على تعز. إذن الآن ما مصير الهدنة أستاذ سلمان الآن؟ الهدنة أسقطها الحوثيين منذ اللحظات الأولى. يجب أن نسأل ما هو موقف الأمم المتحدة من هذا. يعني عندما يتكرر خيانات وأكاذيب وتضليل الحوثيين وعدم التزامهم بأي هدنة أو موقف أو معاهدة، ولا يزال المبعوث الأممي يعلن ويصرح بأنه سعيد بلقاء الحوثيين، هو يبحث عن لقاء الحوثيين لكنه لا يبحث عن الضغط عليهم لتطبيق الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مسبقا. لماذا لا يناقشهم المبعوث الأممي في استمرار إرسال الطائرات المسيرة والدبابات والصواريخ؟ المبعوث الأممي يبحث عن اللقاء، وهذه مشكلة. إذا الأمم المتحدة يا سيدتي لديها خلل فاضح، وأنا أكبر منذ أمد بعيد، الأمم المتحدة وأقسم بالله لا تعمل بنزاهة في الملف في اليمني. الأمم المتحدة تعمل مع الحوثيين من تحت الطاولة. نعم، الآن بعيدا عن الأمم المتحدة التي تتهمها أنها شريكة للحوثيين وتعمل معهم من تحت الطاولة، كيف سيكون موقف السعودية الآن؟
أنا لا أعلم لماذا أنت مصرة على موقف السعودية يا سيدتي. هناك موقف لأنك ضيف كريم معي في هذه الحلقة لتجيب عن التساؤلات التي تخص التحالف. أنت يا أستاذ سلمان أنت صحفي سعودي، نحن نسألك لتفهمنا يعني وجهة نظر السعودية. المملكة العربية السعودية حريصة على الاستقرار والسلام في اليمن بأي شكل كان، ولا زالت تدعم استقرار اليمن وحريصة على الاستقرار. لكن دعينا نسأل سؤال، الحكومة الشرعية، وهذا هو السؤال المنطقي، ما هو القرار القادم لها؟ أنا أعتقد بأن الحكومة الشرعية برئاسة أو المجلس القيادي عفوا برئاسة الدكتور رشاد العليمي نفذ الفترة. نعم. إذن دعني أنقل هذا السؤال للدكتور محمد، ما رأيك أستاذ سلمان؟ أنقل هذا السؤال للدكتور محمد. دكتور محمد، أستاذ سلمان يتساءل ما الذي سيكون القرار التالي للشرعية، وأنا أضيف عليها هل تمتلك الشرعية أصلا القرار؟ أنا أعتقد أن الخطوة القادمة للشرعية هي أن تكرس مؤسسات الدولة في المناطق المحررة. إذا استطاعت الشرعية أن تبني نموذجا للدولة في عدن فلن نكون في حاجة حتى إلى حرب ضد الحوثيين. إذا بنينا نماذج مشرفة للدولة في المناطق المحررة بمجملها فإننا هنا نعني بناء جيش قوي، بناء مؤسسة أمنية قوية. وما الذي يمنع؟ اقتصاد قوي. هذا هو السؤال. يعني يفترض، هناك عوامل كثيرة طبعا، منها ما يخص الداخل ومنها ما يخص الخارج، لكن في تصوري أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق اليمنيين، في لأن الملف هو ملف يمني. التحالف العربي والدول الداعمة العملية السياسية والأمم المتحدة هي من العوامل المساعدة، لكن لا ينبغي أن نقول بأن الخارج أو العامل الخارجي هو العامل المؤثر والأقوى في الداخل اليمني. لدينا عوامل قوة في الداخل إذا استطعنا استثمارها بإدارة جيدة وب يعني عقل متقد فإننا يمكن أن نصنع النجاح. نحن اليوم لنقول بأنه إذا أردنا أن نرفع الحصار عن تعز فعلينا أن نبني النموذج في عدن. عندما الخطوة الأولى تكون بدمج المؤسسة الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، والخطوة المهمة الأخرى هي الاهتمام بالملف الإنساني والاهتمام بالملف الاقتصادي. إذا ما استطعنا أن نتوصل إلى مثل هذه الملفات الشائكة وحلولها فإننا يمكن أن نقول بأننا دولة ومؤسسة رسمية قوية نستطيع أن نتحرك خارجيا بدعم خارجي وداخليا بمواجهة الحوثيين باقتدار عسكري في الداخل. أما أن نظل بهذا الشكل غير لائق بنا كدولة في الداخل فإننا لا نستطيع أن نطالب بدعم. أنا أقول بشكل واضح بأنه ينبغي أن يتسلح الجيش اليمني بأسلحة نوعية. لماذا يمتلك الحوثيون الطائرات المسيرة الحديثة والصواريخ البالستية والأسلحة الحرارية الصواريخ الحرارية فيما لا يمتلك الجيش اليمني أي من هذه الأسلحة؟ لماذا؟ ينبغي أن تبنى مؤسسة أمنية وعسكرية قوية من أجل أن نطالب بحقنا السيادي في استيراد السلاح لمؤسسة شرعية دستورية معترف بها في العالم. هنا لن يستطيع أن يعترض أحد، لكن علينا أن نقوي أسس الدولة في الداخل. علينا أن نبدأ من ولو بدأنا من منطقة خضراء تكون في محافظة عدن في العاصمة المؤقتة عدن، منطقة خضراء تشكل نموذجا للمناطق المحررة لوجود دولة فيها، ثم بعد ذلك نتوسع لنشمل عدن بشكل عام، ثم بعد ذلك نخرج إلى بقية المحافظات المحررة. هنا يمكن أن نتحدث عن دحر الحوثيين عن حصار تعز. لا يمكن وأنا أجزم أن يرفع الحوثيون حصارهم عن تعز. لماذا؟ لأنهم يريدون تعز، يريدون أن يدخلوا تعز مرة أخرى، ولا يمكن أن يرفعوا الحصار عنها إلا إذا دحروا عسكريا، ولا يمكن أن يدحروا عسكريا إلا بجيش قوي وبأمن قوي وبدولة قوية ومؤسسة قوية. نعم دكتور محمد. إذن أستاذ سلمان باختصار يعني أعود عودة أخيرة إليك، دكتور محمد يقول أن الحل لن يكون إلا بوجود الدولة داخل اليمن وتقويتها. بعد تشكيل المجلس الرئاسي كان هنالك يجب أن توحيد التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والداخلية، فشلت الشرعية وفشل المجلس الرئاسي في هذا الجانب. هل سيدعم التحالف بقيادة السعودية والإمارات المجلس لإنجاح هذه الخطوة وتوحيد التشكيلات العسكرية لمجابهة الحوثي؟ لا ليس لفظ أو كلمة فشل، يجب أن نغير هذه المصلحة ولم يفشل. يعني من سبعة الشهر الماضي للآن المجلس لم يكمل حتى شهر ونصف الشهر سيدتي، ورغم ذلك لا يزال العمل قائم.
بصراحة يعني من المفترض كما أشار الدكتور محمد الجميح أن يكون هناك منطقة خضراء في عدن في مناطق سيطرة الشرعية الآمنة والمستقرة، أن تكون هناك بصراحة عمل مؤسسي منظم حتى يكون رسالة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين. أعتقد أن المراحل السابقة التي سبقت الدكتور رشاد العليمي لم تقدم بصراحة شيئا يذكر، وهذا للأمانة وهذا للتاريخ وهذا الواقع. الآن المسؤولية على الدكتور رشاد العليمي وفريقه الذي وبصراحة أعتبرهم الآن هو الفريق الناجح والقوي والمؤهل لهذه المرحلة، قادر على أن يقود مرحلة قادمة جديدة ومختلفة تماما، ولكن يجب ألا نحكم على الأمور مسبقا أو بشكل عاجل، يجب أن يعطوا فرصة. يا أستاذ سلمان، عن أي فريق تتحدث؟ والزبيدي يعني يجتمع بالمجلس الانتقالي وكأنه ليس عضو في هذا المجلس. عموما أستاذ سلمان أعتذر منك، سأختم معك لأننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، نهاية الوقت، وما زال لدي ضيف سأستقبله الآن. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك الصحفي السعودي سلمان عسكر، أشكرك أنك كنت معي في هذه الحلقة، وأشكرك على سعة صدرك. إذن ليس جاهز معي الضيف الدكتور علي أداب، سيكون معي خلال لحظات. أعود إليك دكتور محمد جميح. دكتور محمد، الآن يعني ما هي الأفق التي يمكن للشرعية أن تنظر من خلالها في هذه المرحلة، وبعد فشل الهدنة وفشل المفاوضات في عمان، يعني ما الذي ينتظر اليمنيين خلال الأيام القريبة القادمة؟ ترتيب وضع الشرعية باختصار شديد، يعني ترتيب وضع الشرعية هو المنطلق لتحرير البلاد من الانقلاب، وهو كهدف نهائي، وهو المنطلق لتحرير تعز ورفع عنها. لا يمكن أختي الكريمة أن يرفع الحصار عن تعز وأن ندحر الانقلاب ونحن بهذا الوضع. يعني أنا وأنت والمشاهد الكريم وعجوز في إحدى حارات عدن تعرف ذلك، أن تكون هناك شرعية قوية، ويجب أن ننطلق أن نستغل الدعم الإقليمي ودعم التحالف العربي لبناء المؤسسة وليس لبناء الـ 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 الأشخاص أو لبناء الامتيازات الشخصية أو لاستبال الفرص. ينبغي أن نستغل هذا الدعم لبناء المؤسسة، بعد ذلك يمكن أن ننتصر. لا يمكن أن ننتصر بهذا الوضع بشكل واضح. نعم. بأننا ينبغي أن ندرس تجربة الثمان سنوات أو السبع سنوات الماضية لنخلص منها بتجارب، ونقوم ونجترع أساليب ووسائل محددة غير الأساليب التي كانت متبعة. إذا كانت السياسات التي سادت خلال السنوات الماضية هي التي ستسود خلال السنوات القادمة، فما الجدوى من التغيير؟ أنا لا أعتقد أن الإشكال في يعني في الأشخاص، الإشكال في المنظومة، الإشكال في الأساليب، الإشكال في السياسات. ينبغي أن تتغير هذه السياسات، وينبغي أن تتغير هذه الاستراتيجيات وهذه الرؤى. إذا تغيرت فيمكن أن نعول، لكن أنا مع سليمان بأنه ينبغي أن لا نحاكم المجلس القيادة الرئاسي خلال هذه الفترة الوجيزة. الملفات كبيرة والمهام جسيمة، والإمكانات أيضا والوضع في عدن كما هو معروف، وعلينا في وسائل الإعلام حسب والدعم الإقليمي والدولي ليس والدعم الإقليمي والدولي لهذا المجلس ليس بالمستوى المطلوب. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جميح المحلل السياسي. ينضم معنا الآن الدكتور علي الذهب، وهو الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية. مرحبا بك دكتور علي. يعني بعد أن تأمل اليمنيين بالهدنة وبالمفاوضات وبالتوقف إلى حد ما هذه الحرب، الآن إعلام فشل المشاورات، هددت الميليشيا بالتصعيد العسكري، برأيك هل اليمنيين مقبلين على جولة جديدة من الحرب؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين جميعا. السيناريو الظاهر الآن هو المستقبل الذي يطل الآن بملمحه هو أنه يحمل سيناريوين. الأول وهو خفض التصعيد وتمديد الهدنة ومن ثم الدخول في عملية السلام، وهذا ما يتطلع إليه الراعيين الدوليين للسلام فضلا عن التحالف العربي والحكومة اليمنية. تحاول الجماعة الحوثي أن تنحو نحو السيناريو الآخر، وهو الاستمرار في التصعيد وخفض وقطع أي طريق من أجل استمرار الهدنة. أتصور أنهم وضعوا عقبات كثيرة من أجل ذلك، ولكن ستكون هناك جهود للضغط على الجانبين
لا سيما أن هنالك ملفات إقليمية وأطراف إقليمية ستؤثر على الحوثيين من انخراط في عملية السلام، وإن كان هناك بعض التنازلات إلا أنها أعتقد أنها ستخدم عملية السلام، وهذا ما ينشده اليمنيون. وإن كان هنالك تنازلات كثيرة تبديها الحكومة اليمنية إلا أن ذلك سعيا منها لأن يعم السلام في البلد ويكفي دمار طوال 8 سنوات. نعم، في بيان الوفد المفاوض في عمان في نهاية الجولة الأولية كما يصفها المبعوث الأممي، قال بعد أن هدد بالعودة إلى المسار العسكري، اتهم التحالف بالتنصل من التزاماته في تنفيذ بنود الهدنة. عن أي بنود يتحدث الحوثي أن التحالف الشرعية لم يلتزم بها، وهو الذي لم يلتزم بأي من بنود هذه الهدنة؟ هذه مناورة، أعتقد مناورة سياسية، مناورة تفاوضية، ومن حقهم أن يقولوا مثل هذا القول. ولكن الواضح تماما أن الحكومة وفت بالتزاماتها تجاه الهدنة، أدخلت السفن 3-4 سفن أو أكثر من ذلك، هي 18 سفينة من المشتقات النفطية تدخل إلى ميناء الحديدة بموجب الهدنة، دخل منها تقريبا 14 سفينة من النفط والغاز والديزل. جرى وقت إطلاق النار أو العمليات والاشتباكات الداخلية. العمليات الخارجية أوقف التحالف هجماته بالطيران على معاقل الحوثيين التي تشكل تهديد على الملاحة البحرية، أو العمليات الداخلية أو السلم الإقليمي. جرى تبادل الأسرى، فتح مطار صنعاء وأجريت رحلتين أسبوعيا إلى عمان، والآن الرحلة الأخرى ستكون إلى القاهرة. كل هذا تنازلات لم تحقق الحكومة من ورائها. إذن ما الذي يريده الحوثيين أكثر؟ ولا شيء سوى الآن المفاوضات بشأن تعز دخلت مرحلة التفاوض ولم تدخل مرحلة التطبيق، وهذا خلل واضح، لأن هذا الخلل موجود ضمن بنود الهدنة. لأن النص الرابع من الهدنة يقول بأنه في حال دخلت الهدنة حيز التنفيذ فإنه يبدأ الأطراف برعاية أممية التفاوض، وليس لفتح الطرق إلى تعز، وليس فتحها مباشرة، وهذا خلل كبير. وأعتقد أنه منح الحوثيين فرصة كبيرة للمناورة في هذا الخصوص. نعم، إذن الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة، أشكر زميلي منتج ومعد هذه الحلقة زميل نجيب إسماعيل، نلقاكم على خير في حلقة أخرى، في أمان الله.